هذا وعقدت لجنة العمل الخيري المشترك بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الأول في مملكة البحرين برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الشحي رئيس وفد سلطنة عمان، وبحضور رؤساء وفود وممثلي الوزارات والمؤسسات الأهلية المعنية بالعمل الخيري الإنساني في دول مجلس التعاون الخليجي. في ضوء ما توليه دول مجلس التعاون الخليجي من أهمية بتطوير العديد من التشريعات والقرارات في مجال تعزيز العمل الخيري، جاء خلال اجتماع اللجنة الخليجية المعنية بالعمل الخيري لإطلاق مبادرة تعزيز المفهوم المعاصر للشراكة والتعاون وتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني التطوعية ومؤسسات التنمية الاجتماعية. سمو الشيخ ناصر اليوم حقق الشعار اللي كنا نغنيه من سنين. على مدار 10 سنوات سمو الشيخ ناصر يعمل على توحيد جهود مجلس التعاون في مجال العمل الإنساني، وهذا الشعور نابع من ثقافة وفكر سيدي جلالة الملك في جعل العمل الخيري عمل خالد. الفكرة طبعا جدا جيدة جميلة، تؤطر العمل الاجتماعي الخيري بشكل عام. أيضا ستقف على أهم المحددات التي يعمل عليها القائمين في الجوانب الخيرية في مختلف دول مجلس التعاون. سنسلط الضوء على أهم تجارب، كيف ممكن نستفيد منها، كيف أيضا نعزز هذه الأعمال. أعضاء اللجنة سلطوا الضوء على العديد من النقاط الجوهرية التي من شأنها أن ترتقي بالعمل التطوعي إلى آفاق أرحب وأوسع من خلال توحيد وتنسيق العمل الخليجي المشترك في مجال العمل الإنساني والإغاثي. طبعاً جبل الخليجيون جميعاً بكل فئاتهم على عمل الخير وحب التطوع، ونلقى إحنا لما نزور الأماكن الموبوءة، الأماكن المنكوبة، كل هذه الأمور يسعدنا، وإحنا نزورهم نلاقي أعلام دول الخليج كلها موجودة. فمن ضمن من بين هذا الأمر جاءت هذه الفكرة السامية أن يكون العمل الخيري تحت مظلة دول مجلس التعاون الخليجي. والله اللجنة هذه عملها مهم جداً، إذا أخذ إن شاء الله تم العمل بها على الوجه المطلوب بإذن الله سيكون أهم أهدافها هو توحيد جهود المنظمات الخيرية والإنسانية بدول مجلس التعاون عند تنفيذ الأعمال الخيرية والإنسانية إن شاء الله. نقاشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة حول آلية تعديل العمل الموحد في دول الخليج العربي خلصت إلى أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الحكومية والأهلية لرفعة اسم دول مجلس التعاون الخليجي في مجال العمل الإنساني. تنطلق أعمال هذه اللجنة لتتولى العمل على تنظيم العمل الخيري بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات ضخمة في هذا الجانب، بالإضافة إلى رفع مستويات الكوادر العاملة في مجال الإغاثة والعمل الإنساني الذي يقوم به أبناء الخليج العربي. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.